من سنة 52 ولغاية دلوقتي تقريباً كده كل حاجة في مصر مش حقيقية. حرية الفكر والرأي والإبداع ماتت بوجود النظام العسكري، وبدأ يطلع كده للقمة في كل المجالات كل اللي ما يستحقوش إن هم يكونوا في المكانة دي. وبدأ الموضوع الحقيقة ياخد منحنى كده مختلف، وبقينا ننزل أكتر وأكتر وأكتر لحد ما جات بقى نظام أو ثورة أو نظام يونيو 2013، واللي أكد على إننا في القاع، القاع في كل حاجة. على المستوى الفني بقى النجم حمو بيكا هو النجم الفني المشهور، على المستوى الإعلامي بقى أحمد موسى إعلامي مشهور، على المستوى الديني بقى عندنا الشيخ ميزو، وعلى المستوى الاقتصادي بقى عندنا يوسف الحسيني، واللي كان شاطر قوي في الاقتصاد وهو صغير. ولو رحنا للمستوى السياسي بقى عندنا مرشحين بينتخبوا المنافس بتاعهم. كل ده وأكتر، وإحنا للأسف بينتج عندنا نخبة مش سوية على الإطلاق، نخبة مشوهة. النظام العسكري في مصر وأكتر من 72 سنة قتل الفكر وقتل الإبداع والاستقلالية، وزود كده صفات غريبة، زود من التملق، النفاق زادوا جدا في المجتمع. وبقى النجم في أي مجال لو ما تمش إنتاجه جوه معامل المؤسسة العسكرية يبقى نجم شعبوي ولازم يتحارب ويتجاب في سيرته لحد ما ينتهي. ولو الظروف حكمته وما قدروش عليه يحاولوا إن هم يستوعبوه. وده يخلينا نسأل مثلا ليه واحد زي محمد أبو تريكة النجم الخلوق مش على قوائم الصفوة في المجتمع المصري؟ هقول لك ببساطة، لأنه قرر إنه يمشي عكس النظام معايز. النهارده هتكلم على الدكتور حسام موافي، الدكتور حسام موافي اللي الحقيقة هو قيمة وقامة علمية كبيرة. نجم شعبوي بس من خارج، خرج لينا من رحم الشعب، من خارج المؤسسة العسكرية تماما. ما جاش من قلب النظام ولا تم إنتاجه جوه المعامل بتاعتهم. الدكتور حسام موافي بسيط في كلامه، بتقدر تفهمه. كل الشرايح المجتمعية اللي موجودة في مصر بتفهمه بمنتهى البساطة. واصل لطبقات كبيرة جدا جدا من الناس. في يوم وليلة وتقريبا كده ليلة امبارح، قرر الدكتور حسام موافي انه ما يسمعش كلام نفسه، ما يسمعش كلام عقله الرزين، وقرر انه يبقى جزء من النخبة المنحطة. قرر في لحظة انه يبقى صوت بيعبر عن نفسه، مش الصوت اللي بيعبر عن الناس اللي بيحسوه. مجرد وجوده وجنبه رئيس جامعة جاهل وشيخ سلطان وعضو مجلس شعب مزور، مجرد وجوده جنب دول أفقدوا هيبته ولوثت تاريخه، ونقلوا فجأة من قائمة رموز الشعب لقائمة رموز السلطة. واللي زاد الطين بلة إن القامة العلمية الكبيرة دي كانت بتبوس إيد واحد زي محمد أبو العينين، ومش مرة، مرتين في فيديو واحد أقل من دقيقة. اللي نعرفه إن قامة العلماء محفوظة، وإن التملق بيوحش الصورة قوي، بيوحش دايماً صورة صاحبه. اشمعنى محمد أبو العينين اللي تبوس إيده بدل المرة مرتين؟ وليه بنقول الكلام ده؟ بنقوله لأن لازم نقول لحضرتك إنه مش بالتملق ولا ببوس الإيد ولا بمشاركة ناهبين البلد يبقى هم دول صفوة الصفوة. أبداً، لازم تعرف إن دول مش نخبة، دول مجرد طائفة من الناس تملقوا للحكم العسكري فاداهم شوية فتات. لازم نحافظ معاكم على القيمة الحقيقية بدل ما تتشوه في كل حاجة، ويبقى التملق والنفاق هم بس الطريق الوحيد للوصول يا دكتور موافي.